السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم أجواء معتدلة تميل إلى الدفء اليوم، خاصة في ساعات النهار تفاوتت درجات الحرارة المسجلة ما بين 26 إلى 30 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. كذلك متوقع حالة من عدم الاستقرار إن شاء الله، راح تبدأ ويانا باكر العصر وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء. أمطار متفاوتة، متوقع أن تتفاوت كميات الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وقد تكون غزيرة على بعض المناطق. أيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تتجاوز سرعة الرياح 55 كيلومتر في الساعة. نتكلم بالتفاصيل في نشرتنا إن شاء الله. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت بشكل عام، السماء غائمة، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت وضواحيها 25 درجة مئوية، رطوبة نسبية 35%، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو. ابتداء من الساعات الأولى من النهار يوم الغد بمشيئة الله، درجات الحرارة الصغرى متوقعة متفاوتة ما بين 12 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، المناطق الوسطى والشمالية متفاوتة ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية، المناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية. بداية النهار راح تكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، نلاحظ أن تكونات بعض السحب راح تبدأ ويانا إن شاء الله بداية من الساعات الأولى من صباح يوم الغد، تتحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية ابتداء من منتصف نهار يوم الغد وتبدأ كميات السحب تتكاثر. أيضا فرص الأمطار إن شاء الله راح تبدأ ويانا بالمناطق الغربية في منطقتي الشقاية والسالمي، كذلك مدينة الجهرة وضواحيها شمالا في مزارع العبدلي تبدأ الحالة الجوية المتوقعة خفيفة إلى متوسطة بشكل عام. يتعمق المنخفض الجوي إن شاء الله بداية من ساعات مساء يوم غدا الاثنين، نلاحظ نشاط الرياح 45 كيلومتر في الساعة متوقع سرعة الرياح. أيضا يمتد المنخفض الجوي على مدينة الكويت وأيضا المناطق الشمالية الشرقية في مساء يوم الغد، ويتعمق وتتعمق الحالة إن شاء الله في يوم الثلاثاء، متوقع أمطار غزيرة متفرقة على بعض المناطق وأيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين بشكل عام خفيفة معتدلة الأمواج، راح يكون هناك نشاط في الرياح خاصة من باكر العصر، تصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أقدام، ما ننصح بممارسة الأنشطة البحرية ابتداء من منتصف نهار يوم الغد وحتى 48 ساعة بسبب حالة عدم الاستقرار المتوقع. أما أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:36، موعد شروق الشمس الساعة 5:55، موعد أذان المغرب الساعة 5:58. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، حالة من عدم استقرار إن شاء الله في يومي الاثنين والثلاثة تبدأ ويانا من عصر يوم الاثنين وتستمر حتى منتصف ليل يوم الثلاثة، كميات متفاوتة في ما بين خفيفة لمتوسطة وقد تكون غزيرة خاصة في مساء يوم الثلاثة. نلاحظ نشاط الرياح في يوم الثلاثة قد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومتر في الساعة. ابتداء من فجر يوم الأربعاء مع دخول الرياح الشمالية الغربية تبدأ تتحسن الأجواء وتقل فرص الأمطار تدريجيا، تستمر الأجواء المستقرة نسبيا في يوم الأربعاء والخميس، تعاود أيضا فرص الأمطار مرة أخرى في يوم الجمعة، أمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد بمشيئة الله. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة.